ده بخصوص مباريات الاهلي. نروح لمنتخبنا قبل بس ما نروح لمنتخبنا، عايزك النهارده عايز اعرف ردود الافعال على جواب الشكر اللي بعته النادي الاهلي للمهندس احمد مجاهد رئيس اللجنه الثلاثيه التي تدير الاتحاد المصري لكره القدم، وان النادي الاهلي دائما عندما يرى ان هناك جهد مبذول بيضع امام الجميع المسؤوليات، الجميع امام جمهور النادي الاهلي، وبيقول لهم انا بشكر فلان وفلان وفلان. هو هل يعني الناس انا قريت بعض ردود الافعال بيقولوا اصل احمد مجاهد ماشي في يناير والبطوله هتكون في فبراير، فهو ضحك. الحقيقه ما اعتقد يعني هل حد يعني عنده رؤيه لحد مترين مؤسسه بحجم النادي الاهلي وكيان بحجم النادي الاهلي هيطلع جواب شكر عن موقف هو مش دارس ابعاده وعنده القرار نفسه؟ يعني ليس كل ما يعرف يقال احمد مجاهد اكيد قال للاهلي اللي ما ينفعش له وسائل الاعلام، واكيد الاهلي طلع البيان ده بعد معرفته بالتطورات اللي قالها له المهندس احمد مجاهد، عشان كده شكر المهندس احمد مجاهد. لا وخليني برضو نتكلم في النقطه دي، عاوز تحديدا ان النادي الاهلي بيخاطب الاتحاد المصري لكره القدم، الكابتن احمد مجاهد هو رئيس الاتحاد، فلان الفلاني هو رئيس الاتحاد، وبالتالي انا بخاطب مؤسسه الاتحاد المصري لكرة القدم، وهو المسؤول الأول عن الأندية وعن خطابات الأندية وعن توصيل صوت الأندية للاتحادات الأفريقية والاتحاد الأفريقي والاتحادات الدولية. هو ما شكرش أحمد مجاهد في شخصه، هو شكر أحمد مجاهد في منصبه، لأن الناس تعرف إنه في فرق بين المهندس أحمد مجاهد المواطن العادي اللي زي أي حد، والمهندس أحمد مجاهد رئيس اتحاد مصر كرة القدم. هو شكر أحمد مجاهد رئيس اتحاد مصر كرة القدم طبقا للي عمله أحمد مجاهد، وأدى دوره في مسانده النادي الاهلي بمسانده مهندس ابو ريده والمسؤولين المصريين. نعم. الموضوع ان شاء الله خلال ايام هيظهر يعني.